هذه منازل المدنيين في مدينة السفيرة بريف حلب تتعرض يوميا وبشكل متتالي للقصف الهمجي من كتيبة الدفاع الجوي المتمركزة على جبل الواحة، وهذه صورة مقربة للكتيبة المتمركزة على الجبل. مدينة السفيرة لاقت الويلات وقدمت الشهداء، فقد بلغ عدد الشهداء حتى اليوم حوالي 500 شهيد وهم مسجلون وموثقون بالاسم. مدينة السفيرة نزح أهلها ثم عادوا ثم نزحوا ثم عادوا، وها هم اليوم ينقلون بعض أثاثهم المدفون تحت المنازل المدمرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شيخ عبد القادر عظم الله أجركم وعوضكم الله خيرا يا أخي، ماذا حدث وماذا حصل يا أخي؟ هذا هو حالنا في مدينة السفيرة، هذه حالة بلدتنا. يوميا بيوت تتهدم فوق رؤوس ساكنيها، فوق الأثاث، هذا هو حالنا كل يوم. عم يقصف بالفراغي، عم ينزل البيت كاملا هو بأهله وبطوابقه كليته. حسبي الله ونعم الوكيل، هذا هو حالنا يوميا. بس بدي الناس، بدي العرب، بدي العالم كله يقدر، بدي العالم كله يعرف ان هي سفيرة كل نهار عم تهدم منازله. الكتيبة هو فوق الجبل، عسر عنا العالم كله، خربت اكثر من مئات المنازل، قتلت اكثر من 500 شهيد. بس بدي العالم يجي يشوف، بس بدي العالم يحس. هي الكتيبة هون فوق الجبل يوميا عم تقصفنا ليل ونهار ليل ونهار، ما لنا غير الله، حسبي الله ونعم الوكيل، اكثر من هيك ما بنحسن نحكي. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. السفيرة بريف حلب 5/4/2013.